ده وماتش مهم وماتش كبير، فكنت ان انا عايز اكون موجود مع الفرقه من اول اليوم وابقى معاهم موجود في المعسكر. بص ايدك دي، بص ايدك دي، ارجع لنا بالسلامه يا كابتن. ارجع لنا بالسلامه. ان شاء الله. خلصت امشي بقى. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا وكسبنا ومكسب كبير، ومبروك لكل جمهور الاهلي. اكرم من مباراه الزمالك ومن مباريات كتير فاتت، اكرم كان اداء متميز. قوه اكرم توفيق في خط دفاع النادي الاهلي، في خط وسط النادي الاهلي، اعتقد كلام كتير قوي يتقال على اكرم خاصه في مباراه الزمالك ومباراه النهارده. كريم طبعا اكرم لعيب كبير في اي مكان بيبقى موجود، يعني ما شاء الله عليه، ما موجود في نص الملعب، موجود باك رايت، موجود في اي مكان، وبيعمل كل اللي عليه وما بيبخلش بنقطه عرق واحده، وما شاء الله يعني في اي مكان وحش وسداد. اي ما شاء الله. العلاقه اخوك مش علاقه زميل ملعب. طبعا كريم انا اعرفه من واحنا صغيرين، يعني احنا اخوات، عمرنا ما تعاملنا انا هو ان احنا اصحاب، لا احنا اخوات. اتمنى له انه يرجع بالسلامه، لان انا مفتقده جدا في المعسكرات بقى، وان انا مش لاقي حد ارخم عليه غير عمرو السوليه، فحاجات كتير. وبصراحه هو وحشنا جدا في الملعب، وان شاء الله يرجع، لان انا واثق فيه ان هو اصلا محارب يعني. فربنا يا رب يحفظه، ده اهم حاجه، ويرجع بألف سلامه ويكسر الدنيا تاني. اكرم بطوله لاول مره بتدخل خزينه النادي الاهلي، بتدخل خزينه القاره الافريقيه، بطوله الانتر كونتيننتال، بتمثل لك ايه وانت واحد من افراد الجيل الذهبي وجيل تاريخي في تاريخ النادي الاهلي؟ انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله. اديك شايف الروح عامله ازاي في الملعب، لعبة كلها رجاله، اي حد بيغلط كله في ظهره، وكلنا بنشيل بعض في الملعب عشان الناس دي ما تروحش زعلانه. وارجع اكرر تاني، خليكوا في ظهرنا، ما تزعلوناش، بغض النظر الحاجات اللي بتحصل ايه، بس احنا مش عايزين والله نبخل باي نقطه عرق. لما بنقع ما بنقعش عشان خاطر احنا عايزين نقع وبنتدلع، لا، هو ممكن سوء توفيق، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيكرم فيما بعد. يعني كان ليك مشهد مهم جدا يا اكرم مع الجمهور، قلت لهم انا لما بقع انتوا اللي بتقوموني، انتوا اللي بتسندوني. اعتقد دي رساله مهمه جدا من واحد من النجوم التاريخيه في النادي الاهلي. والله بص هقول لك حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي الواحد القوه. الجمهور ده سبب، وسبب كبير جدا. طبعا دعم مراتي ليا ودعم الناس كلها ليا. بحب دايما ان انا اشتغل على نفسي، ما بحبش اتكلم مثلا. طبعا انت مالكش في اللي انا قلته، تمام. الناس اللي كل شويه عماله تطلع تتكلم وكلام ملوش لازمه، اتمنى ان انتوا تسكتوا، لان كلامكم مبدئيا بالنسبه لنا عادي، ما فيش اي حاجه، ولا بيزعلنا ولا بيهزلنا شعرايا ولا اي حاجه. لا انتوا مالكين رزقنا، ولا انتوا مالكين صحتنا ولا سعادتنا. وفي الاول وفي الاخر مبروك لجمهور النادي الاهلي، دي بس رساله حبيت اوصلها للناس. انتوا كلكم على دماغي، بس والله والله كل اللي انتوا بتقولوه ده ما هو الا كلام، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا. شكرا يا اكرم.